خلونا نستعرض مع حضراتكم ملخص سريع لاحوال الطقس النهارده. الطقس هيكون لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري، لكن لسه في نشاط للرياح واتربه مثيره للرمال في عدد من المناطق. كمان في فرص لامطار خفيفه على السواحل الشماليه، ويتمنى كلنا ان يحصل فيه امطار خفيفه النهارده علشان يكون يعني التراب ده يقل علينا شويه. درجه الحراره في القاهره النهارده 22، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 32، واقل درجه حراره في سانت كاترين 19. هنتابع مع حضراتكم طبعا الطقس بالتفصيل في النشره الجويه لكن بعد شويه، لكن خلونا نستعرض دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبداها على الخريطه. هنبدا جولتنا من مدينه 6 اكتوبر، وهيكون اللي جاي من ناحيه شرق القاهره على طريق المحور طريق رايق ومفيش اماكن ازدحام مروري على طول الطريق ده لحد ما هنوصل فوق كوبري اكتوبر في منطقه عبد المنعم رياض. مكملين لكن هنروح لمحافظه الفيوم وهنشوف طريق الفيوم الدائري اللي بيشهد سيوله مروريه، ونشوف مداخل المحافظه كمان الطريق عند مستشفى الفيوم العام وحديقه الحيوان بيشهد سيوله مروريه. هننتقل لمحافظة دمياط واللي هنبدأ فيها من طريق دمياط كفر البطيخ واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، ونرجع عن طريق دمياط راس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولا للكورنيش، وده بيشهد سيولة مرورية بس لكن هي نسبية قليلا. بنروح للكورنيش اللي هنبدأ فيه من عزبة الخياطة لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. كمان مكملين جولتنا في محافظة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من ميدان السادات وتحديدا كمان من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، ومنها شارع الكورنيش اللي بيشهد سيولة مرورية. وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية عند منطقة الفنادق، وبعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. كده خلصت اخبارنا طبعا او نشرتنا المريه، لكن مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مع حسام وهدير، لكن بعد اتفضلوا. شكرا جزيلا ليك يا دينا، وربنا يعينك ويعيننا يا رب.